شبابي القديمة بالعاصمة انطلاق الموسم الرابع من المهرجان المديح السنوي الذي تنظمه جمعية النور للتعليم والعمل الاجتماعي. وقد أكدت المداخلات خلال حفل الافتتاح على أهمية المديح النبوي ودوره في بث سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم العطرة وصحابته الكرام، مؤكدة سعي الجمعية إلى المساهمة الفعالة في نفض الغبار عن المديح النبوي الذي يرتبط به الشعب الموريتاني ارتباطا وثيقا يعكس تعلقه بسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وأخلاقه العطرة التي تدعو للسلم والوئام والوحدة بين المسلمين. وشهد الحفل عدة فقرات مديحية تفاعل معها الجمهور، وخلال هذا الحفل تم تكريم كذلك بعض المساهمين في نشر ثقافة المديح النبوي.